اكيد تفضل. ايوه جيت لا اساس ثاني النادي يرنكس المعنى. ايوه بس تنقل خلاص الناس ما تني يركيونه الناس وش في الامر نادي وضعك ادس وين جاغا يضها بين الصعوبات اللي نتلقاوها في العمل تاعنا انه بعد المسافه بين المواقع الاثريه حوالي 5 ساعات 6 ساعات لذلك كنا نضطر لما نخرج في مهمه اننا نباتوا في الطريق. Ce paysage de Tassili qui est magnifique s'attend vers les dunes, vers les rochers, vers les plateaux, vers des gueules-têtes. Cet ensemble d'écosystèmes représente un charme unique, exceptionnel. En se déplaçant d'un lieu à un autre, on observe autre chose qu'on n'a jamais pu observer auparavant. C'est ça le charme de Tassili. À travers tous ces temps-là, cette région a subi des changements, des fois difficiles, des fois plus longs, des fois plus courts. Et tout l'ensemble nous a ramenés à ce jour-là. Les espèces ont vécu ce changement. Et c'est passé ce qu'on appelle la sélection naturelle. Il y avait des espèces qui ont pu résister, affronter ça, qui existe jusqu'à présent, dans cet vaste espace. Mais par contre, il y a d'autres espèces qui ont disparu à travers le temps, soit des espèces animales, soit végétales. Parmi les arbres qui ont résisté à ce changement, l'acacia. L'acacia est à être pris par les gens d'ici, les nomades. Puisque c'est un bois dur et c'est le meilleur bois pour les tâches ménagères. تمتور نوتا يا زياد 50 سنة تسجل يا زياد أفلا إمارينا أدم وتنسين درد سيلي أتم إمارينا أنت أدم أرض فرصة هلق هلق كيف أسني تواري قلوان كان تواري قلوان تواري يسغير نغار فرصاني أجيت إن جاد أبوي مسني صغير أجيت جاد راهلنا ويسكر غافل يكل ومهتا ويقن وزر ويقن بين سبع سنين إيوا صغار ديغا ها ديغا صغير ويهم داني إنش كم وين غاهر ويقورن ويجو يبين هذا هو يقورن أما نورني لا أما نورني لا أرضيه
أبينا سدم مغالية لا طن غاية الجو يغرى نافع لسوا ما غيت تم سيدي تر من سيدي إبن لنا أسلطان لغرى سيادر سيادر الغاية الجو ما غيت تم أيوة التونت قال لنا التونت أنا صيد أنت لغرى صادن صادنين اللي صادن انجم وري اللي بحط اجل وري اللي انجم انجم ويلا للطغم الطغم ركني انت وانت كده وان يروا لازم من الأنبياء تصيد واشك يخطى هو صيد الصنيري الصنيري اللي هي السنن واغاشك الناس ما يموت واغاشك وتزين تنها السنن ناش عند القورة ننفهم ننبت بين الخجورة ننفهم مي الضرورة ها اقلن إذا نقل نسوى مشي ساقتين وضحكة فكرني ان لو تام يضر ما تموت خل انت تقلى ورث لدين خلاص هذا مية ضر وليس انا ما تموت إيش كان ما قرن ما إيش كان مضروين أيوة لبرم تا طرنا تسي دعوة لاضو أفسور أفسور طرنا تسي دعوة تيرك رد أنت سؤال إذا أفسور تطلع تيجي تطلع تهرج يعني كنت كويت قبل سنة إذا تسوي لغامة خلاص إيه بإصدار كتيب موجه للأطفال استعملنا الرسومات باش نسهلوا ونوصلوا المعلومة للطفل إذن فن الرسم مازال متواصل ويعتبر كوسيلة كما استعملها الإنسان باش يوصل لنا حياته الحياة اللي كان يعيش فيها في القديم نحن أيضا نوصل هذا الفن الرسم إلى التلاميذ ونعبروا به إنه في هذه المنطقة كانت آخر نقطة يتجمع فيها الماء. واحدة من أشهر الرسومات الموجودة في هذه المنطقة هي اللي يسموها البقر الباكية. وكانوا هادو الأبقار موالفين في هذه الفترة تاع الجفاف يجوا يشربوا من هذه النقطة تاع الماء واللي هي قلتة صغيرة. كيما لقاوش الماء قعدوا يبكوا. الطبيعة تاع التسيلي هي في قيد التغير يعني تغير تاع المناخ مازال مستمر حتى دروكي ممكن تعرف وجه واحد اخر كافون بيسك لو سيكل كليماتيك اون فات سي كوا سون دونك سي اون الترنونس اونتر سيكل اريد هوميد كل الناس اللي جاوا للتاسيلي سواء كانوا باحثين او مستكشفين او سياح دخلوا بسؤال ولما خرجوا بعدة اسئله صح
صحراء التاسيلي هي لغز كبير مازال ما تحلش إلى حد الآن. ولا تغبى كاسي كوني كاسي وين احنا الاخبار كوني كاسي الا يجينا موالد انت احنا الاخبار بلدنا نجر سندا بيا هل كل نشر ولا قبلت الا انت شي ظهر شي ظهر انت ترى يا بيان اسلا قبلت غرماكت انت جدنا لازم اجنا سودان ويزت اما ضايل اما ويزس اما ضايل لما اما ضايل اكلت انت ورجنا وتسعرانا وتسعر اما ضايل بي انت لا اجنا انت اكلت سودان انت هيقل اجنا سيمت اما ضايل بي